بقول لك معايا شايف المحافظ دلوقتي بيقول لك عدد المراكب العالية كام؟ اللي في أسوان كام؟ لازم نحافظ على نفسها. هذا المرض ما بيبقاش ظاهر بالكامل، ممكن يكون موجود ويظهر بعد 14 بعد 11 يوم بعد يوم. ملوش لازمه ان احنا نبقى التعامق والسلام بحراره يعني نخلينا برضه في يعني نحافظ على نفسنا بشكل او باخر، لكن يبقى في توعيه ودايما موضوع النظافه والتعامل والسلام ونحط ايدك بعد ما تسلم على وشك وعلى عينيك والحاجات دي تاخد بالنا من الناس. احنا ان شاء الله ان شاء الله دي كانت موجوده على مستوى العالم كله بالتالي، فنتمنى ان هي ما تجيش مصر، ولما تيجي مصر العداله القليله دي نتمنى ان هي ما تزيدش عن كده، لان احنا هنحافظ على ده. واكثر مشاكلنا ممكن تبقى التجمعات زي ما بيحصل في الصلاه دي، حتى يمكن بتوجيهات ان الصلاه المده بتاعتها الخطبه ما تزيدش عشان ما نقعدش فتره